ننبهر قوي لما نشوف مشهد سينما في فيلم أجنبي مثلا، ونلاقي الزوج مثلا بيأكل زوجته في بقها، فالزوجة تقول لزوجها بص شوف اتعلم منهم، رغم أن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام قال لنا أن أفضل الصدقات هي لقمة يضعها الزوج في فم زوجته. وننبهر كمان أكتر لما نشوف واحد بيفتح باب العربية لزوجته عشان ينزلها، ونقول الله شوف الراجل محترم قد إيه وفاهم في الإتيكيت، رغم أن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام في إحدى الغزوات رغم تعبه وإرهاقه الشديد جدا إلا أنه ركع على الأرض ورفع كفيه الشريف على لزوجته السيدة صفية عشان تضع قدمها عليها وتركب الناقة. ننبهر قوي لما نشوف واحد ياخد الكوباية من زوجته ويشرب مكانها، رغم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيعمل برضه كده مع السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. نتعلم من الغرب ونشوف الغرب ونقول الله شوف اتعلموا منهم قد إيه هم عاطفيين وقد إيه هم رومانسيين وقد إيه بيعملوا حاجات كتيرة قوي حلوة، ومفيش راجل يقول لا أنا راجل ما أعملش كده مع زوجتي، إزاي أفتح لها باب العربية ولا إزاي أكلها ولا إزاي أعمل معاها كل المواقف الحلوة اللي احنا ممكن نكون بنشوفها في أفلام السينما أو في الدراما ونتمنى إننا نعيشها.